احتجاز وزراء سابقين وكبار قادة الحزب الوطني في سجن ثرى على ذمة التحقيق جعل بعض المصريين يصفون ذلك ساخرين بأنها حكومة ثرى أو أن السجن أصبح فرعا جديدا للحزب الوطني. لكن محامين أخذوا وجود كل هؤلاء المسؤولين في مكان واحد مأخذ الجد وتقدموا بطلب إلى النائب العام لتوزيعهم على سجون متفرقة. في السجن ممكن يتجمعوا مرة أخرى ويعملوا تخطيط وترتيب أوضاع لكي يجهضوا التحقيقات والأدلة التي تنالهم، وكذلك يمكن أن يتواصلوا مع العالم الخارجي لجهاد الثورة. الصحف المصرية تنافست في تسريب كواليس التحقيقات وإمكانية الحكم على مبارك من 3 أعوام إلى 15 عاما إذا ثبتت إدانته، بالإضافة إلى وصف عنابر سجن ثرى التي يقيم فيها المسؤولون السابقون وما تتوفر عليه من وسائل إقامة بمثابة فنادق فاخرة. أناشد القبض الفوري والترحيل الفوري للرئيس مبارك، لأن التقارير الطبية أثبتت أنه متمارض وليس مريض، ومن حق الشعب المصري أن يشعر بالفعل أن هناك شفافية وأن هناك مساواة وأن القانون والدستور هو الحاكم لهذه الإجراءات في مصر. ويرغب البعض في الحكم على مبارك وأعوانه بالإعدام أو السجن المؤبد، بينما طالب آخرون بجمع مزيد من الأدلة وتوثيقها لتفادي أحكام مخففة. أخشى أن يحاكم رجال مبارك على قضايا تافهة ياخدوا سنة أو مع شغل أو مع إبطال الحكم ويخرجوا مرة تانية وكأن الشيء لم يكن، ويتم يعني تسوية معظم القضايا الأساسية. يجب أن تكون هناك قضايا حقيقية بحجم الجرائم التي ارتكبوها وأن يحاكموا والقصاص عدل، وهذا هو المطلوب الآن من كل الشعب المصري. التحريض على قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير والاستيلاء على المال العام وإهداره أهم التهم التي يواجهها الرئيس السابق والقادة السابقون للحزب الوطني. سجن ثرى الذي كان معتقلا لعشرات الآلاف من سجناء الرأي والمعارضين لمبارك، شاء القدر أن يستقبل نجلي مبارك ووزراءه والمقربين منه وربما الرئيس المخلوع نفسه على ذمة التحقيق. سمير حسن، الجزيرة، القاهرة.